افضل واغلى وافخم فندق في اسكندريه. انت تيجي هنا بقى تظبط الدوبامين بتاعك، المنظر يشرح القلب بصراحه. بصوا يا جماعه، الليله هنا ب 7000 جنيه، فانا مش هقدر ابات اكتر من ليله واحده، لو قعدت اكتر من ليله ببلغ شركه السياحه. امبارح كده اتجننت وتهفيت فعالي وقلت ادخل اشوف فندق فور سيزون اللي هو في سان ستيفانو في اسكندريه سعره كام. دخلت على بوكينج وحسبت الليله بالضرايب، لقيتها بحوالي 7.5. ايوه 7500 جنيه. طبعا انا ما حجزتش بالسعر العالي ده، لان احنا كشركه بناخد سعر اقل من كده بكتير، وبنبيع برضو للعملاء بتوعنا بسعر اقل من كده بكتير. لكن قلت اخد التجربه علشان خاطر عاوز اوري الفندق للناس، لان في ناس كتير بتعدي من عليه من بره وعمرهم ما دخلوا من جوه، او ممكن يكون اخرهم ان هم يدخلوا المول اللي تحت الفندق. وبالمناسبه يا جماعه، المول ده من اجمل المولات اللي انا دخلتها في حياتي، لان فيه محلات وبراندات ومطاعم مشهوره جدا وسعرها معقول نوعا ما. الفندق 5 نجوم صف اول على البحر مباشره، وفي ناس كتير مفكره ان المبنى كله هو الفندق، لكن الحقيقه ان الفندق واخد شريحه صغيره من المبنى وبيتكون من 118 غرفه فقط، وده يعتبر رقم صغير بالنسبه لاسماء الفنادق الكبيره. وبالمناسبه الفندق فيه 18 فيلا، اما باقي المبنى فبيتكون من شقق سكنيه. هو انا ما بفهمش قوي في العماره، بس انا كنت حاسس ان المبنى ده كان ممكن يطلع منه حاجه افضل من كده. ايه رايكم؟ اكتب لنا في التعليقات. الفندق فيه 13 نوع من الغرف، في منها اللي سيتي فيو يعني مطل على المدينة، وفي منها بول فيو يعني مطل على البسين، وفي منها سي فيو يعني مطل على البحر، وفي أجنحة غرفة وصالة بإطلالة جزئية على البحر، وفي أجنحة تانية كبيرة بتكون بإطلالة كاملة على البحر. ودي واحدة من الغرف البول فيو. طبعا الفخامة والشياكة واللمسة الكلاسيكية هي المسيطرة على المكان كله، حاجة كده عظمة العظمة بجد، واحد من أجمل وأفضل وأنظف الفنادق اللي أنا شفتها في مصر. كل حاجة في الفندق مميزة جدا، من أول الديكورات لحد الفرش لحد إزازة المية اللي موجودة على الكوميدينو، ده غير بقى الإسبريسو والشوكولاتات والشاي والنسكافيه والحاجات الحلوة دي. وياريت يا جماعة لما تيجي تسكنوا في أي فندق بإسألهم عن الحاجات اللي هي موجودة في الميني بار، هل هي بفلوس ولا مجانا؟ لأن في الغالب المكسرات والشيبسات والشوكولاتات بتكون بفلوس غالية شوية. كل غرفة فيها الأجهزة العادية زي شاشة التلفزيون وتلاجة المينيبار والخزنة، مع وجود مكنة للإسبريسو طبعا بيكون معاه شاي ونسكافيه وغيره. بالنسبة لمستوى النظافة بتاعة الغرف والحمامات، أنا أديلها 10 من 10، واحد من أفضل وأنظف الفنادق اللي أنا شفتها في مصر. بالنسبة للوجبات فالحجز عادة بيكون شامل الإفطار زي أغلب فنادق اسكندرية، وبالنسبة للغدا والعشاء بيكون إكسترا تشارج. وفي 5 مطاعم موجودة في الفندق، مطعم رئيسي ومطعم مصري ومطعم اسماك ومطعم ايطالي ومطعم لبناني. وبالنسبه للشاطئ فهو واسع ونظيف جدا ورملي زي اغلب شواطئ اسكندريه. وبالمناسبه الفندق ده فيه ميزه مهمه جدا مش موجوده في اغلب فنادق اسكندريه، ان في نفق موجود تحت الطريق بيربط ما بين الفندق والشاطئ، ودي نقطه مهمه جدا خاصه لو انت معاك اطفال وصعب جدا ان انت تعدي الشارع. ومن اهم المميزات اللي موجوده في الفندق ومهمه جدا ليا شخصيا، وجود ستاربكس تحت الفندق. بشكركم جدا على المشاهدة، وللحجز والاستعلام برجاء التواصل على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، او بعتولي رسالة على الواتساب وانا هبعت لكم كل العروض والتفاصيل. ولو انت استفدت من الفيديو ده ياريت تدعمنا بلايك واشتراك علشان الفيديو ينتشر اكتر فالقناة تكبر ونتطور ونقدم صورة ومحتوى افضل ان شاء الله. بشكركم مرة تانية ونشوفكم على خير. نفسي والله.